في أجواء كرنفالية وجمع غفير، احتفلت عدن بمهرجانها الثالث، واختير الصهاريج مكانا لإقامة هذا المهرجان الذي يهدف إلى تطبيع الحياة بعد الحرب الآثمة. تواجد الناس رغم كل العوائق، رغم كل ما يكون هنا، أبناء عدن مصرون، مستمرون، صامدون، يظهرون للعالم أن نحن مطبعون للحياة في هذه المنطقة، في المدينة عدن، حتى يعود كل ما فيها من 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 أمن واستقرار. لكن الاحتفال هذا العام لم يسر وفقا لما كان معدا له، فالاختلالات الأمنية التي رافقته حالت دون اكتمال فقراته، وانتهى المهرجان بعد ساعتين من انطلاقه وقبل 3 ساعات من موعد انتهائه بسبب اشتباكات بين عناصر مسلحة وحراسة مأمور مديرية صيرة. جهزنا بروفات وعملنا كل اللي علينا، ولكن أسف شديد فرحتنا احنا راحت، وفرحت الناس دي كل اللي أجت راحت. السنة الأولى كنا خارجين من حرب، وكان يعني ما يعني القلق موجود من خطر الحرب وكل حاجة، وكنا فقعانين جدا انه ما يكونش المكان مؤمن. والحفل مشى حلاوة جدا من العصر لبالليل، والناس روحت مبسوطة وعلى ضوء أجو السنة دي، فأنا مش عارف السنة دي إيش السبب بالضبط. الحفل الذي جمع بين الثقافة والتسلية والمتعة كان من أفضل الأنشطة السنوية والتجمعات التي تشهدها العاصمة المؤقتة بطقوسها الشعبية. هي عبارة عن مختلف من الفقرات في هذا الحفل، منها فقرات شعبية، منها فقرات رقص، منها فقرات عرض أزياء، منها المأكولات الشعبية، منها العديد العديد مثل اللبس الشعبي. مهارات إبداعية وحرف يدوية وأطباق خيرية مزجت بين البساطة والطرافة لتجعل من هذا اليوم مناسبة يتشوق الأهالي لإحيائه كل عام. فرحة لكل أبناء عدن، مهرجان يعبر بأن عدن عدن الثقافة، الحضارة، التراث، التاريخ، رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها. رغم التحضيرات منذ أسابيع، إلا أن تدخل الجماعات المسلحة أدت إلى إرباك الوضع وتشويه الصورة وأجبرت الحاضرين على مغادرة المكان. يغادر الناس الآن مهرجان عدن قبل ساعة من اكتماله لأسباب أمنية ومحاولات متكررة هدفت لإفشاله. مروة السيد، قناة بلقيس، من صهاريج عدن.